أنا تغريد، عمري 25 سنة وشهرين، فلسطينية سورية. هلا بالحقيقة الحقيقة أنا ماني فلسطينية سورية، أنا من غزة. وبالحقيقة الحقيقة أنا مالي من غزة، يعني مو من أصل غزة، أنا من قرية اسمها هربيا، بس ب48 يمكن جدي نزح على غزة وصار اسمنا اللاجئين بغزة، بس أنا ما كنت خلقانة، أبوي كان خلقان. بعدين أبوي طلع وراح على سوريا، بس ما طلع ب48 لأنه طلع شاب. فلما وصلنا على سوريا ما كان اسمنا فلسطينيين سوريين، كان اسمنا الأجانب. وكبرت هداك الوقت يعني كلياته وأنا أجنبية بسوريا، أو عامل معاملة الأجنبي. ما عندي هوية وما عندي جواز، كان عندي بس قيد نفوس صادر من منظمة التحرير الفلسطينية، على أساسها فيني أسجل بالمدارس وهيك. بس الفكرة مو هون، الفكرة إنه لما انسألوا يقولوا لي انتي من وين، بصفن. احيانا اللي قبالي بفكرني عم بكذب، انه في حدا بنسى هو من وين. هلا انا ابدا ما بنسى، يعني انا حدا بدور من وين انا، بس الفكرة انه صعب تصفن وتقعد تشرح لهذا الشخص اللي قبالك انت كيف اسمك هيك. فلسطينية سورية، صرت فلسطينية سورية واخدت الجواز، بعدين بحكي لكم كيف. بس كتير تعذبت، يعني كان الفلسطيني يدرس بمدارس الوكالة، أنا كنت ممنوع أدرس بمدارس الوكالة، بدي مليون استثناء من مليون مكتب ومليون كرسي لأقدر أفوت على مدرسة وكالة، وأكيد أبوي ما رح يحطني بمدرسة خاصة. يعني طفولتي كانت عادية يمكن مثل أي ولد، أو كنت أحسها عادية، بعد ما إجت لهون أبدا ما كنت أحسها عادية، ما صرت أحسها عادية، كنت ما بعرف كيف، بس كنت مفكرت عادية، عادي طفل طبيعي. أنا أصغر بنت، البنت الرابعة لأمي وأبوي، إجا بعدين أخوي. الحمد لله ما كان عند أبوي أزمة إنه عنده بنات كتير أو من هذا الحكي أبدا، بالعكس كان يحبنا كتير، بس كان خايف، كان يضل خايف علينا، ما بعرف من شو، بس كان طول الوقت خايف، كان يضل حاسس إنه هو عنده 4 بنات ولازم يضل خايف عليهم. يمكن أول فقد بحياتي كان لما أختي الكبيرة تجوزت وراحت طلعت من بيتنا، لأنه أنا بهداك الوقت كنت أحكي لأمي، يعني أنا كنت مفكرتها أمي، فكانت كتير صعبة علي إنه هي تطلع وتلبس فستان أبيض وتروح عند رجال أصلا أنا ما كنت أحبه. كانت هاي أول مرة بحياتي بحس فيها يعني فقد حقيقي، لأنه عن جد هذا الشخص اللي أنا كنت أنام بحضنه ويحممني وأنام معاه ويدرسني ويروح يجيب لي أواعي العيد، وهو ما عاد موجود بباقي تفاصيل حياتي. ماما حنونة وطيوبة وما في منها، بس كمان بذاك الوقت كنت أنا الولد الرابع، يعني خلص هي ملت سماها من الأولاد، فشو بدها تقعد تدلل فيني، فتركتني لأخواتي. بابا خريج أدب عربي، أستاذ لغة عربية وصحفي، بس بهداك الوقت ما كان، كان متقاعد وما قدران يدرس، فكان بابا يشتغل شوفير تاكسي، وكان أحلى مشوار بالدنيا لما نطلع مشوار مع بابا على الربوة بالتاكسي. بالمدرسة ما بعرف ليش كنت أحس إنه أنا دايما ضحية، يعني هذا الإحساس من وين كان جاييني، من الصف الأول للصف السابع ما بعرف، بس هلأ يمكن صرت شوي أكتشف إنه ليش كنت ضحية، لأنه كنت أحس حالي مضطهدة لأنه كان حجمي كتير صغير، كتير صغير، يعني أنا بلغت لما كان عمري 16 سنة، وقبل هاي الفترة كلياتها أنا كنت كتير صغيرة، يعني هيك قد النتفة ونحيفة وقصيرة وغير بنات عمري، يعني ما كان عندي رفقات بمراحل حياتي لأنه هن كانوا يفكروني إنه أنا أصغر منن أو أنا الفسادة. يعني بتذكر إنه كان في صبية معي بالصف اسمها آلاء، كانت بهداك الوقت عندها حبيب وتحبه، وانا كتير صغيرة اتضايق انه احاول احسس جسمي انه طب انا ليه مو هيك، ما الاقي جواب، انه كتير كنت صغيرة. وفي شغلة بحياتي كانت عملت لي عقدة، اول مرة بتجرب احكي فيها على فكرة اليوم، انه انا بكره ديني كتير بكرهن، وانا نحيفة اصلا، يعني انا شوي ديني كبار او ما بعرف هيك كنت افكر. ايه، فالفكرة انه كنت كتير اكرهن، وماما كانت مصرة تضلت تشد لي شعري بهذا المشط، تضلت تمشطني 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 وتحط لي مطاطات وما بعرف ليه. فكنت
كانوا يعايرون الأولاد بالصف، فكنت أكره هذا الموضوع كتير كتير، كنت أكرهه. صار عمري 14 سنة، بعدني صغيرة، أصغر من بنات جيلي، فقررت أنه أنا أتحجب. تحجبت وأنا مالي من هاي العيلة المتزمتة ولا المتدينة، عادي مثل أي عيلة تانية بالعالم، يعني إحنا كتير عادي، تحجبي ولا ما تتحجبي أنت حرة. قررت أتحجب، حاولوا كتير يقولوا لي لا، بابا أكتر شي قال لي لا بعدك صغيرة وما بدك ياف، بس أنا كنت بدي أخبي ديني بأي طريقة مشان الله. خلاص تحجبت، ضلتني محجبة. بالتاسع ما درست ثانوية عامة، كان الوضع شوي بعد التاسع يعني شوي صعب، فحسيت إن أنا لازم أعمل شيء مميز، فقررت إني أنا أدرس معهد الـVTC، معهد دمشق المتوسط الـDTC. درست سنتين شيء اسمه فاشن ديزاين، كان طبعا هو ابدا ما مش بهذا الحكي، هو كان بس عم كيف استخدم ماكينة الدرزة والحبكة، انا كنت مفكرته شيء تاني. درسته سنتين كاملين وانا محجبة وانا مو بالغة، وكان شباب وبنات، فكنت اخجل كتير. الفكرة كانت انه خلصت الـVTC وطلعت الاولى، فتوظفت بشركة اسيل للالبسة الداخلية، يمكن كانت بالمليحة. توظفت وكنت اصغر موظفة بهاي الشركة بهذاك الوقت، لانه كنت شطورة بشغلي. الجو بالمليحة كان بيختلف تماما عن مطرح ما انا ربيت بالمخيم، مخيم اليرموك. بالمليحة كان الجو كتير غير، يعني كان أغلب النسوان اللي معي بالورشة أو بالشركة اللي أنا فيها كانوا كبار، وأغلبهم منقب ومحجب وبيلبس مناطي، فكتير أثروا علي إنه شلون أنت بتلبسي بنطلون وحجاب، شلون أنت بتلبسي كنزة للترباع لكم وحجاب ومدري شو مدري شو. ضلوا يلعبوا بعلي للبسوني المانتو، لبست المانتو ما بعرف ليه، عن جد ما عندي كان سبب مقنع بهداك الوقت، بس كان في شاب اسمه قاسم شامي، كنت حاسته انه عينه مني الشاب، فقررت البس المانتو، قلت بركي هذا الشيء اللي موقفه. تعبت، يمكن عم بضحك هلا، بس بهداك الوقت فعلا تعبت، لانه انا كنت اطلع من بيتي الساعه 6 الصبح، خلص دوامي الساعه 5 المساء. دورت بكل المخيم على معهد مسائي للبكالوريا ما لقيت، فسجلت بمعهد مسائي بس كان معهد شباب، فكنت أنا البنت الوحيدة بالصف، فكنت أرجع من شغلي على المعهد عشان أنا أدرس، أخلص الساعة 11 ونص، أروح أنام بأوعية وتاني يوم أطلع. هيك كانت حياتي، وصلت لمرحلة من التعب إنه أنا عن جد خلص بدي انتهيت، بدي أعيش. الوضع كان كتير صعب، وحتى لما طلبت من بابا إنه هو يكمل لي المعهد، قال لي انه ما حدا قال لك ما تدرسي ثانوية عامة، انا مو قدرتي ادفع لك اجار المعهد، فانا كنت مضطرة اشتغل وادرس. بهذا الوقت كان عندي كتير احلام، كان حلمي اني اكون محامية، ما بعرف ليش، بس دايما بحس يمكن من وراء الاضطهاد اللي كنت احس فيه وانا صغيرة انه بدي اعوض. كان اخذ عقلي بالمحاماة بهذاك الوقت، كيف بدي البس الطقم الرسمي والكندرة وانزل على القصر العدلي، كيف بدي أكون عن جد حقيقية؟ يعني دائما بنسمع إنه المحاميين نصابين، بس ما كنت ناوية هيك أبدا، يعني كان حلمي إنه أنا أعلق اللافتة المحامية تغريد تحت شباك المطبخ، لأنه ما كان عندنا بالبيت شباك إلا بالمطبخ. بهذا الوقت وبعز التعب كلياته، في شاب
ابن خالتي طلب ايدي، هو كان عايش بأبو ظبي وأنا ما بعرفه أبدا، فأنا ما بعرف كيف شفته. الخلاص وتماما شفته مثل الفارس اللي جاي حصان أبيض يخلصني من هذا التعب، لأنه أنا تعبت، ما عاد عندي طاقة حتى أني أدرس، ولا عاد عندي طاقة أني أحقق أي شيء بالدنيا. فسألني على التليفون تتجوزيني، بتذكر اني نزلت التليفون عند داني لمدة 3 ثواني قلت له ايه، قال لي فكري، قلت له انا من زمان بحبك. بعد الخطبة بقيت تقريبا 2 سنين مخطوبة، كان كتير حنون وكتير منيح ووضعه المادي كتير منيح، كان فعلا قدران يعوضني، يعني حتى قال لي خلص عدي بالبيت ودرسي. بس انا هناك اشتغل عقلي انه لا، ما بدي اقعد بالبيت وبدي اشتغل وبدي ادرس، وفعلا اشتغلت. وكان في معرض بمدينة المعارض وقتها حضرته عن شركة اسيل، فاجاني عرض شغل بمكان احسن واشتغلت، وبقيت هيك تجوزت عمري يعني اخر 17 سنة. يمكن بيوم عرسي حسيت انه انا ما كان لازم اتجوز، بس فكرة انه هو شخص كتير منيح معي وما اذاني ابدا كانت كتير مخوفتني انه انا اخذ هيك قرار او احس حالي اني انا جرحته. كتير بكره اجرح، ما بعرف ليه، يمكن ضعف، يمكن هبل، ما بعرف، بس قررت انه انا رح اكفي عمري مع هذا البني ادم. تجوزته سافرت على أبو ظبي، وكان هذا تاني أكبر فقد بحياتي. ما بعرف كيف فجأة هيك صحيت لقيت حالي مراب، عندي بيت وعندي زلمة وبلا أمي وبلا أخواتي ولحالي، صرت بدي ولد. قال لي إنه بكير ولا بدي ولد، ما خلص يعني انه انا بدي ولد، وصرت ابكي كل يوم انه انا ما بجيب ولاد وليش هلا ما حبلت. تقريبا بعد 6 شهور نزلت اجازة على الشام ازور اهلي، فاخذتني ماما عند دكتور اسمه محمود في المخيم بحارة صغيرة هيك، كتير شاطر كان. رحت لعنده فحكت له امي انه بدي اشوف اذا في شي مشكلة انه تغريد لهلا ما حبلت او هيك. ما بتذكر انه الدكتور بهدله، قال له انه بنتك رحمه صغير، امتى بلغت هاي؟ قامت له السنه الماضيه يعني قبل سنه ونص. لك رحمه كتير صغير اساسا، يعني البيوض اللي عندها ما بتتلقح، فاحنا لازم نعطيها دواء يكبر البيوض او بتستنى ليصير عمر 20. فانا اصرت اني انا اخذ الدواء، اخذت الدواء بالشام، طلعت على ابو ظبي وكان ما في، فورا كنت حامل، حبلت وكنت كتير مبسوطه انه انا جاييني ببو، رح اتسلى فيه، رح العب معه ورح نكبر مع بعض. وكتير كان عندي احلام انه هذا الولد اللي انا لسه ما بعرف شو جنسه رح يكون مشروعي بالحياة. كنت اكتب، انا بكتب، كنت مبلشة بشي اسمه هيك مثل الخواطر الصغيرة، كنت كتير اكتب. بعدين عرفت انه البيبي بنت، كانت ليان، ولدتها ب 19/10/2011. ما بتتخيل كيف كانت، كيف كانت حلوة انا اطلع فيها هيك واطلع حالي يا الله كيف جبتها. بعدين صار كثير مشاكل وطلقات وأيمان ولأن أنه الطلاق هو الحل الوحيد لحتى تستمر حياتنا، لأنه ما عاد في سبل أبدا. طلقت ونزلت على الشام ب 2012.
نزلت على الشام، عمري 20 سنة، مطلقة وعيدي بنت وبلا شهادة وبلا دراسة، معي شوية ذهب ومصاري. لقيت أهلي نازحين وكل حدا بمكان، يعني يا ريت نازحين بمكان واحد، يعني كان بابا عند بيت عمي وأمي عند خالتي وأخواتي عند بيت أختي التانية. كتير كانت الوضع سيء، وحسيت إنه أنا أجيت ومعي غراضي وبنتي وين بدي أروح. ما في كم يوم كنت مستأجرة بيت مفروش بالزاهرة وقاعدة، وقتها بابا قال لي إنه شو ناوية تساوي بحياتك، فقرر بابا إنه أنا لازم أكفي دراسة، قعدت البكالوريا وبنتي معي ونجحت وسجلت بالجامعة إعلام واشتغلت. كانت بديك الفترة شغلي أحلى شي بحياتي، كنت أشتغل بمؤسسة اسمها جفرة، كان شغلي مع الأطفال بالدعم النفسي الاجتماعي. بعدين مع الوقت أتنقل بين منطقة مخيم جرمانة وتسيا، بعدين تثبتت بمخيم جرمانة، صار شغلي هناك مع الأولاد النازحين من المناطق المتضررة المجاورة. كنت طول وقتي بالمركز مع الأولاد، طول وقتي مع الأولاد، طول وقتي أسمع قصص، طول وقتي أسمع حكاية. أملت 3 مرات، انجربت مرتين، صار معي كتير شغلات غريبة. بنتي طول هذا الوقت كانت تطلع زيارة على أبو ظبي وترجع لعندي، وتروح عند أبوها وترجع لعندي، ماشية بشغل ودراسة. بعد فترة صار أجار البيت كتير غالي علينا، وما عاد في قدرة إنه يندفع، لأنه نطي يمكن من 25 لـ45 هيك شي. فاضطريت إني أدور على شغل مسائي، اشتغلت سكرتيرة بمكتب محامي بالميسات نص الشام يعني، وشغلي بمخيم جرمانة. كنت أضطر أطلع ركيد وأراكد ورا المكاري، ورجعت مثل الأول، أرجع على بيتي الساعة 12 بالليل. فترة من الفترات حسيت إنه أنا عم بظلم بنتي بشكل أو بتاني. كان هي موفر لها حياة أفضل بكتير من اللي أنا موفرت لها إياها، قد ما كنت عم بتعب وقد ما كان أبوه عم ببعت له، هي كان عندها فرصة إنه هي تعيش حياة أفضل بكتير من اللي أنا معيشتها فيها، على الأقل بأمان. يعني فكرة إنه أنا مثلا قاعدة بالمسات وأسمع صوت هزة، أتصل لأعرف إذا بنتي ماتت أو بعدها عايشة، كتير شي مرهق، كتير شي بخوف إني أنا ماشية ببنتي ويمكن أرجع بلاها، أو يمكن ترجع بلاي، أو يمكن أعتقل مثلا وياخدوا بنتي معاي، أو يمكن تنزل علينا قذيفة ما نموت، إنه يعني يا ريت نموت، بس يمكن تنزل علينا قذيفة مثلا تنشل تنعمى تروح إيدها. هاي الخيارات خوفتني، خفت بيوم من الأيام تكبر وتقولي الله لا يسامحك، كان عندي فرصة أني أكون بأمان، ليش ما بعدتيني؟ لأول مرة اكتشفت بهذاك الوقت أن الأمومة أنانية، أنانية مطلقة، قديش فيها عطاء، قديش فيها حب، قد فيها هاي المعاني كلياتها الكبيرة، بس هي أنانية، لأنه هذا الطفل صح محتاج أمه ومحتاج هذا العطاء ومحتاج هذا الحنان، بس هو بالنهاية كمان ما حيفرق معه إذا هو قاعد بأمان وموفر له كل شيء. حسيت للحظة إنه هي ممكن يكون عندها فرصة إنه هي تعيش هذا الحنان مع امرأة تانية ممكن تكون حنونة عليها، فأخذت القرار إنه بنتي تسافر على أبو ظبي، لأنه ما كنت قدرانة إني أوقف قبالها وأواجهها بيوم من الأيام إذا صار شيء. وقالت لي ليش ما كنت عند أبوي والدنيا حرب. سافرت ليان على أبو ظبي، ما كنت متخيلة إنه هيك يصير أبدا، يعني كنت حاسة إنه رح ترجع، أو إنه يمكن رايحة زيارة وراجعة، ما كنت متخيلة إنه هالقد كانت صادقة كلمة إنه أنا ما قادرة أنا أدير بالي على بنتي، أو إنه أنا ما قادرة أنا أحسسها بالأمان، أنا ما قادرة أنا أخليها ما تسمع الرصاص.
كتير كان صعب علي انه انا اتصل بابوها واقول له احجز له، كتير كان موجع. بس هيك كان لازم يصير، هي حقها تعيش بامان وبس، مثل ما حق اي بني ادم واي طفل انه يعيش بامان. كنت افكر بالولاد يلي عم تغرق على الطريق وقلت طيب ما هذا الاب ضحى بابنه وغرقه مشان يحسسه بالامان، معقول انا بنتي قدرانه تكون بدوله تعطيها الامان والتعليم والحب وما ابعتها بس لانه انا بدي اياها تنام جنبي بالليل؟ سافرت ليانو من وقت هداك القرار، هلا انا ما شفتها، ما شفتها لانه انا اساسا ما فيني اسافر لعندها. وبعد فترة كان مخيم اليرموك محاصر، كان مخيم اليرموك محاصر له ما يقارب ما بعرف بالضبط قديش، كان له كتير، كان في شهداء جوع وعطش وناس ميتة من الجوع، وكان في فك الحصار، وكان في مجموعات شباب وصبايا متطوعين من المؤسسات انه هنا ينزلوا على نقطة التوزيع ويساعدوا الاهالي بهذاك الوقت. بلش شغلي هناك، كنا ننزل من الساعة 5 الصبح ونضل هيك لتليل الدنيا. مرة من المرات كنت نازلة تحت الدنيا برد، كنا نشغل نار مشان الناس تتدفى وهي واقفة، كتير كان شي بيوجع، صعب شي ممكن تشوفه بحياتك انك تشوف الناس المحاصرة اللي كانوا بعاد عنك 5 دقايق مشي. كان الطوابير كتير كتير طوال، كتير طوال، مستحيل تتخيلوا قد كانوا طوال الطوابير، مستحيل تتخيلوا الشحوب والتعب والذل اللي كانت تعوجوه الناس. مرة كنت عم باكل علكة وماني منتبهة على حالي، فاجت بنت صغيرة لعندي وشدتني من بنطلوني وقالت لي طعميني علكة، فقلت لها والله ما معي، ما طلعتني اللي بتمك، إلي سنتين ما أكلت علكة. حسيت إنه أول شي حسيت حالي تافهة، أنا ليش عم باكل علكة أصلا يعني، بس حسيت إنه أنا لازم أعمل شي لهدول الأولاد. رافقت عسكري من يمكن فرع فلسطين، ما متأكدة، بس هو هيك شباب صغير يمكن عمره 19 سنة، واتفقت أنا وياه إنه أنا كل يوم بدي أفوت كيس، بدي يفوت لي هو، لأنه إحنا كنا أساساً ممنوع نفوت شيء، يعني باكيت دخانك كانوا يعدوا لك السجاير قبل ما تفوت، الدفايت ب20 سجارة بدك تطلع بشيء أنت مدخنه، لأنه ممنوع تعطي المحاصر أي شيء، أهم شيء الدخان، ممنوع تعطي بسكوتة، ممنوع تناولها حبة مصاص، ممنوع تعطي أي حدا أي شيء، كانوا كتير يكرهونا، كتير، يعني الجيش كان سمه وموته يشوفنا، أنهم تتعاطفوا مع المسلحين. اتفقت انا وهذا الشاب انه انا كل يوم بدي افوت كيس، وساعدني، كان كتير طيب على فكرة، ساعدني وفوت لي الكياس لجوا، كنت اجيب مصاص، بسكوت، شوكولاتة، كاس نسكافيه او علكة، هاي الاشياء اللي كتير عادية، وعبين يفوت لي اياه على مثل طلقية هيك مدورة، وأصير أسحب منه وأحط بجيابي، وكل ما شفت ولد أعطيه مصاصة، كل ما شفت بنوتة أعطيه حبة علكة. بتذكر إنه في موقف صار معي كتير صعب، رح أرجع شوي بالذاكرة لورا. لما كنت صغيرة، صغيرة كتير، كان في حدا بالحارة اسمه، كان مو كتير كبير يعني، أنا كنت أقول له عمه، بس هو بالنسبة لبابا قد ولاده، كان حدا الله عاطي، معه مصاري كتير، وعنده محلات فيها أدوات كهربائية وفرش منزل وهيك يعني، وكنت أنا مشروعه لهالزلمة بهالحياة،
كان يحبني كتير 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 كتير. كان يحطني يحفظني قرآن، يشغل لي مسجلة، على العيد يعطيني مصاري مشان أشتري أواعي. إذا مرقت عرباية الموز مثلا أو عرباية الفريز، هاي الفواكه اللي كانت بذاك الوقت ما مين ما كان بجيبها، شو تجيب موز وفريز؟ كان يجيب لنا، كان كتير كان كريم معي. شفت عم مصطفى على الطوابير تاع الناس، هو ما كان واقف على الطابور، هو كان ورا عم بتفرج. ناداني وقال لي تغريد، ما عليك تجيبي لي بسكوت لبنتي، لأنه بنتي عمرها 3 سنين وما بتعرف شو يعني بسكوت، ما بتعرف البسكوت. كان أبشع شي ممكن أسمع بحياتي، إنه هذا الزلمة يلي اللي كان ما يهون عليه إني أطلع على فريز وما أقدر أجيبه، عم بقول لي إنه بنته ما بتعرف شو يعني البسكوت. بعد فترة صار في شوشرة وأسئلة، إنه هذا الأشياء اللي عم تطلع بنقطة التوزيع من وين عم تيجي؟ مين اللي عم بيعطي مصاص وبسكوت؟ كيف عم بتفوت؟ حاولت إنه ما أنسى، ولا كأنه في حدا. في ناس كتير صاروا يساعدوني، وشباب حتى من يعني من القيادة العامة اللي كانوا هنيك حاولوا يساعدوني وصاروا يفوتوا معي، وصاروا ناس تانية يجيبوا، وصاروا البسكوت والمصاص يعني يجوا النسوان ساعتين مصاصة، تقولي لسه عندي 3 أولاد بالبيت. حاولت أعمل شيء. في شغلة صارت معي كمان هنيك، إنه في ناس كتير واقفة، و90% من الناس اللي واقفة ما عم بتلحق تاخد كرتونة، هن بس عم بيجوا يبردوا وينزلوا ويتبهدلوا وينضربوا ويروحوا. كتير بشع إنك أنت تكون واقف على ضفة الجزار، لأن الناس بتفكرك مثله، الناس اللي جوا كانت مفكرتنا معاها وموافقين. شو يعني تجي مرة اختيارات بوس إيدي مشان أعطيها شقفة خبزة، وأنا مالي ماينة على حالي أعطي حالي شقفة خبزة بهديك المكان؟ شو يعني تنزل مرة اختيارات بوس إيدي تقولي أبوس إيدك أعطيني شقفة خبزة؟ فداك الفترة كان يطلع من المخيم حالات التهاب كبد وبائي، كنا مضطرين نلبس كمامات وكفوف عشان ما ننعدق. فإجت مرة قالت لي يما ليش لابسة كمامة وكفوف؟ هناك كرفانة مني. فما كان مني غير اني اشلح الكمامة وازت الكفوف واحضنها وابوس ايديها ولا سامحيني. لقحونا بعدين الكبد الوبائي، ضلينا فترة منيحة بنفس المكان. كان اكتر شي نبهوا علينا الدخان، انه لو قدامنا ميت وبده سيجارة ما ياخدها. انا كنت اشغل السيجارة، يا جكركو يا رب تشوفوني عشان تعرفوا. كنت اشغل السيجارة واسحب منها سحبتين واكبها، ارجع اشغل سيجارة تانية اسحب منها سحبتين واكبها، وهيك اخلي السجاير منتورة على الاراضي، لانه انا ما فيني اناوله اياها بايده، واذا ناولتها بايده ما حيخلوني انزل مرة تانية على نقطة التوزيع. ما بعرف شو صار، حتى شاب من الهلال الأحمر، بس الهلال الأحمر الفلسطينية اللي جوا، قال لي خي تعطيني سيجارة. فأعمل من هبلي إنه مو أعمل مثل العادة، لا طلعتها هيك وعلى عينك يا تاجر. قلت له أخوات خي أدخن. بعدين ما بعرف شو صار، فتلت نفس اليوم هذا، فتلت فيني الدنيا ودخت. فاعتذرت من الناس قلت لهم أنا مضطرة أروح. فكان في شخص هنيك قال لي لا تطلع لحالك بين التلقيات، مو أمان، خلي حدا يوصلك. قلت له لا بدي اروح لحالي، انا كتير تعبت ما عاد فيني بدي اروح. فروحت، لما وصلت للحاجز يعني عند اخر تلقية في حاجز، هذا اللي منفوت منه احنا بس ما بفوتوا منه الناس، رح ارجع احكي لكم كيف بفوتوا الناس. وصلت لعنده فبلاقي حدا نط هيك زي كنا من طابق اول، وصار بوجهي صار يقول سيدي هاي هي هاي هي هاي هي هاي هي. انا خفت، اي حدا كان رح يخاف. فقلت له شوفي، فمسكني هيك من هون من رقبتي وشدني، فوتوني على كان غرفة مهدم نصها هيك واقع نص سقفة،
وقفوني على الحيط وطلعوا هويتي وبكيت الدخان، كان في بسكوتة وطلعوها ووقفني على الحيط، صار يكتب بياناتي تاعت الهوية على الورقة، وصار يقول له اكتب يا ابني تجارة دخان للمسلحين، تعاطف مع المسلحين وأبناء المسلحين، بيع وتجارة المصاص والبسكوت للمسلحين وأبنائهم. أنا مصدومة، صار يقولي طلعي المصاري اللي عم بتبيعي فيها الناس. قلت له أي مصاري؟ معي 25 ليرة تاخذها. صار يقولي يا دقرة ويا شرموطة ويا أحبة فعجيت أنا قال إنه عرفت. قلت له لسه ما حتحترم حالك، أنا صحفية. قلت له أنا صحفية سلطة رابعة، ف احترمني. ضربني بأخمص البارودة على ظهري، على فكرة لحد الآن بتجعني، ضربني ضربة ما بنساها. فأنا نزلت من حم الضرب، نزلت على هيك كوعي وركبتي، فرجع طلعني، كنت محجبة، مسكني من حجابي وطلعني وضربني. صار يسألني إنه وين المصاري اللي عم بتبيعي فيها الولاد والنسوان، واخد هويتي وكتب كتير شغلات على الورقة. أنا هون قلت إنه خلص، هذا آخر يوم رح أشوف في الشمس، كتير كنت عم بحاول أطلع على الشمس، بس لحقوني أنقذوني. اللي صار إنه كان في حدا من الشباب، أنا اللي قلت لهم إني رايحة لاحقني مشان يعرف إنه أنا رح أطلع ولا لا، أو حدا مثلا يخطفني أو شيء، فكان عارفان إنه أنا توقفت، وصار حكي وطلعوني طلعوني، بس كان ممنوع إنه أنا أبقى بهذه المنطقة أبدا ولا أرجع لها بحياتي. مضيت يعني على قتله. هددني أسامة زهر الدين، كان وقت عميد بفرع المنطقة، هددني إنه هو إذا بيشوفني بأي مكان بهاي المنطقة رح يعتقلني، وهددني إنه إذا كنت من ظهر أبوي إني أورع أي حاجز لفرع المنطقة بدمشق أو أتجرأ وأمر على حاجز. ما أخذت حكيه بصراحة، إنه قلت إنه هيك يعني إنه معصب، استفزيته بحكي ومشيت. بعد يومين كنت طالعة كفر سوسة، ففي حاجز هنيك ما بعرف لمين ولا بعرف لمين تابع، بس نزلوني، كنت بالتاكسي نزلوني واخذوا هويتي، ضليتني واقفة تقريبا ما يقارب 6 ساعات على الحاجز، وكمان نفدت منها ما اخذوني. لما رجعت على البيت حكيت لماما انه هيك 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 صار معي، قالوا لي ما بتبقي بالشام ولا دقيقة. ما كنت بدي اطلع لأنه كنت مفكرة إنه الشام يعني هو المكان الوحيد اللي رح أقدر أجتمع فيه ببنتي مرة تانية، هو المكان الوحيد اللي بعرفه، وعم بدرس ما بدي الجامعة تروح علي. خفت أنني يعتقلوني، خفت أتعذب، أنا بخاف كثير من الوجع، يعني الوجع والبرد أكتر شغلتين بخافن، وخفت اني اتوجع. كنت ضعيفة، طلعت على تركيا، طلعت مع مهربة اسمها أم جهاد، وصلتني لكراج الزربة بحلب، ما طلعت هويتي أبدا، بس كنت كل حاجز أوقف عليه أدفع 5000 ليرة سوري مشان ما ياخدوا الهوية. وصلت على تركيا
قبل سألته للمهرب، قلت له قديه، المهرب اللي بده يطلعنا من الزربة على تركيا، قلت له قديش بدنا لحتى نوصل مشي، فقال لي انه بدنا ربع ساعة مشي، فأنا صدقت، عم طلع بدي 5 ساعات مشي. مستحيل، كانت درجة الحرارة مو أقل من -15، لأني لما وصلت أنطاكيا كانت درجة الحرارة -20، لابسة عباية ونقاب لأنه داعش وجبهة النصر هربونا وأدعس على عبايتي وأوقع بالطين وأرجع أوقف وأرجع أدعس على العباية وأوقع وأرجع أوقف، وبرد يا إلهي شو كان برد، كنت أحس بحياة الله الدموع عن جد عم بتجلد على وشي، كنت حاسة حالي تماما بدايرة النار، كيف هيك انت بنص النار، لا قدران تمشي ولا قدران ترجع، اذا مشيت رح تحترق واذا رح ترجع رح تحترق، تماما نفس الاحساس. مات معي شخصين على الطريق. وصلت على انطاكيا، يا الله شو صار قصص على الطريق، شو بدي احكي، لا احكي. وصلت على انطاكيا ولحالي، ما معي حدا، ما لي حدا بتركيا، ما بحكي تركي، وهنا ما بيحكوا انجليزي، ما بعرف ليش ما بيحكوا انجليزي، يعني بتحس انه هن بيعرفوا بس هيك جكر ما بدهم يحكوا معك، انا يعني بتساله بالانجليزي بتحكي انجليزي بقول لك نو، طب يا الله بدي اروح، ولا حدا ممكن يفيدك بشي. بكراج انطاكيا في عرب بيساعدوك بياخدوك بجيبوك، بس انه التركي يحكي معك انجليزي مستحيل. رحت على مدينة اسمها قونيا بتركيا، وحسيت بلولها، كنت كثير هبلة، أنا بلشت الحياة تصير أحسن، كنت بايعة ذهباتي، أخذت بيت، فرشت البيت، بلشت أدور على شغل، كنت محتاجة الشغل كتير بسرعة لأنه أهلي كانوا بدهم يجوا، اللي هن أمي وأختي، ولازم أشتغل، في كتير شغلات ناقصة، بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا ندفع أجار البيت. كان كل الناس السوريين اللي عم بيلاقوا لنا شغل السماسرة يقول لي أوكي إنه في شغل بمعمل مثلا تاخدي بالأسبوع 200 ليرة تركي، يعني شي $100، بس أول ثلاث رواتب إلي، أول راتبين إلي، يعني اللي منيح فيا بده راتب ونص، لأنه هو لقالك الشغل أنت بتحس إنك لازم تضلك طح مثل الحمار 12 ساعة و 14 ساعة عشان يجي هو ياخدن، فقلت لا ما بدي أشتغل، بدي أموت من الجوع ولا يجي واحد ياخد تعبي، كتير مؤذية الفكرة. وشو الشغل؟ يعني أنك عم تجلي صحون أو عم تشطف دراج أو عم قاعد على ماكينة. فضلتني أدور لحد ما لقيت شغل بمعمل، معمل خياطة لواحد تركي، اشتغلت عنده وخلاني رئيسة خط إنتاج، كان راتبي كتير منيح بس كنت أموت من التعب، لأنه مو 12 ساعة، كنت أشتغل يمكن 14 ساعة وضلك واقف على إجريك، كتير بعيد ما نعرف نروح ما نعرف نيجي. تعلمت تركي، صرت أحكي تركي، عم فجأة صاحب المعمل حبني، صار بده يتجوزني، هي فجأة طلعت ما شاطرة بشغلي، طلعت بده يتجوزني. كنا بأوتيل بتركيا بأزمير، متفقين مع المهرب على الساعة 5 يجي بتاكسي ياخدنا على النقطة. ما كنت مصدقته لأنه كان هاد تقريبا الوعد رقم 1000 اللي إنه أنا جاي وما بيجي. ضلتني متسطحة بتختي وكأنه ما في موعد، دق الباب قال لي شو السيارة صارت تحت لسه ما لبستو، كنت أنا وماما وأختي، لبسنا وكان معنا سترات النجاة، فما قبل لي خلينا ناخدها لأنه على أساس إنه شاف البوليس، إذا وقفنا بوليس بالطريق وشاف سترات النجاة تكشف الرحلة وانه بتوقف الرحلة بسببنا، فخلانا نكب ستر النجاة بالأوتيل ونطلع بدونه. اجت تاكسي اخذتنا من
مثل حديقة كانت بأزمير، ماني متذكرة اسمها. ومن هنيك رحنا على مكان تاني مثل بستان، مو بستان قد ما هو طريق عام وفي حواليه شجر، يعني كيف لما يكون في طريق عام وفي شجر يمين ويسار وهيك مثل انحدار أو نزلة، فإحنا تخبينا بالنزلة وكان في كتير ناس هنيك قبلنا. قعدنا هنيك نستنى شاحنة، طبعا إحنا ما كنا عارفين شو عم نستنى، قالوا لنا إنه جاي سيارة. إجت شاحنة مثل براد، كان قعدنا بالبراد من ورا وسكروا علينا. كنا كتار كتير، يعني ما كان في مكان إنك إذا بدك تقعد يكون في محل مثلا لإجريك، فأنت بدك تضلك واقف أو مرفس بطريقة كتير محشور فيها. كان في ولاد رضع كتار، كان في ولد بآخر الشاحنة أنا سمعانة صوته إنه عم بيبكي كتير، وكانت أمه ملبسته وحاطط طب لفة وبحرام وبعلبة هيك ما بعرف كيف، علبة قماش، كيس قماش. حسيت انه هو بلش يختنق الولد، ما عاد طلع صوته وصار يخنق وهيك، فناولتني اياه لانه انا كان في جنبي منفس هوا كتير صغير مثل خزق او شيء، فضل بحضن الولد لوصلنا. بقينا على الطريق بحدود الساعتين بس ابدا ما عارفين وين رايحين ولا شيء، وكان طول الوقت الشوفير عم بيقولنا انه اذا بوقفنا بوليس او منتوقف فاحنا منقول انه الشوفير هرب وراح، والشوفير هاد هو واحد مننا، هو بيعرف يسوق فنزل كمل الطريق وهو ما بيعرف لوين رايح، وكان عربي سوري يعني. نزلنا بعد الطريق ما وصلنا، رحنا قالوا لنا انه هاي هي النقطة، كان في كثير ناس مو بس احنا، فبعدين من الحكي وصاروا يصفونا ويعدونا ويعملوا صفين، فعرفنا انه في بالمين بدهم يطلعوا من هاي النقطة. وصلنا تقريبا الساعة 11 او 12 بالليل، كانت الدنيا بالليل، نقطة كتير بتخوف، بستان كتير كبير وفي شجر زيتون وعتمة. ضلنا قاعدين هيك بس عم نستنى لأنه قالوا لنا أنه خفر السواحل موجود عم بلف حولنا المنطقة وما فينا نتحرك هلأ. طلع الصبح وإحنا قاعدين وبرد، كان في برد كتير قوي وما عارفين نتحرك، ما عارفين نفوت على الحمام، كتير عجقة، كتير كان في ناس نايمين على الأرض، حشرات ما بعرف يعني غابة، شيء بيشبه الغابة. بعدين قالوا لنا انه رح نتحرك هلا، بعدين رجعوا لغوا الرحلة. صرنا نسمع صوت البلم وهن عم بيعبوا هوا كتير واضح، ممنوع نشغل سيجارة، اللي كان يشغل سيجارة كان يتبهدل او ينضرب من الشقيعة، كان في هنيك شقيعة اسمن هن الشباب المسؤولين عن المهرب، وعلى اساس انه ما فينا نتحرك وما فينا نشغل ضو وما فينا نشغل موبايل وما فينا نشغل قداحة وما فينا نحكي وما فينا نصرخ، فجأة بتيجي سيارة رانج روفر سودا بتضوي الرباعي تبعه وبتشفط مع اربع موتورات، بينزلوا من رجال بيخطفوا ما بعرف وين بيروحوا، يعني زي كأنه حدا ومعه مرافقته، مين هو انا ما بعرف، بس كتير كان المنظر غريب انه انتم ما عم بتخلونا نشغل سيجارة، كيف فجأة سيارة بتيجي بتضوي رباعي بنص النقطة. ضلينا واقفين، نفخوا بالمين، حاولت اقرب اشوف الشط اشوف نحن وين واقفين. بعدين كان في شاب قال انا بدي اسوق البلم، فطلعنا على البلمات وكنت كتير خايفة، كتير المنظر بخوف، يعني أنا شايفة صور شايفة فيديوهات بس كنت أول مرة بشوفه بالحقيقة. قالوا إنه النسوان بيقعدوا بالنص والشباب بيقعدوا داير البلم، أنا خفت، ما بعرف ليش خفت أقعد بالنص، فقلت لأ بدي أقعد على الطرف، ما خلاني، قال لي إنه النسوان بيقعدوا تحت والولاد بيقعدوا تحت. تقريبا كان في بالبلم 55 شخص كل بلم. طلع الصبح، طلعنا الساعة 6 الصبح، أنا كنت شايفة البحر ويعني واضحة النقطة، حتى النقطة اللي رايحين عليها كانت واضحة كتير. البحر كان هادي، ما كان في موج أبدا، يعني كأنه مبلط، يمكن هذا كان من حسن حظي شوي. كنت متوترة لأنه ماما كانت كتير خايفة، صح وزعوا لنا ستر النجاة بالنقطة لأنه إحنا كان ممنوع نلبس سترة نجاة معانا، ماما كانت بدون ما أعرف مخبية سترة النجاة تبعيتها تحت عبايتها، يعني هي لابسة سترة النجاة ولابسة العباية وجايبتها معها من الأوتيل وطول الطريق معها وأنا ما بعرف، ولما وزعوا ستر النجاة رجعت أخذت واحدة تانية. كانت كتير خايفة كتير متوترة، أكتر شي خوفني هو خوف أمي،
كان في شباب معانا بالبلم عم بقرأوا قرآن بصوت عالي وعم بيسبحوا بصوت عالي، وفي شاب كمان بلش يبكي بطريقة هستيرية أول ما بش البلم. هذا الحكي وترني، خلاني أصرخ أعصب عليهم إنه خلص اللي بده يقرأ قرآن يقرأ بقلبه، واللي بده يحكي يحكي بقلبه. وأمي صارت تحكي دعاء سبحان مرساها وممشاها، مرفوض دعاء يمكن سيدنا نوح. فكمان عصبت على أمي قدام الناس وقلت لها إنه خلص اقرأ قرآن بقلبك. ما بعرف ليش حسيت القرآن بهذيك اللحظة زي كأنه حدا عم بيقول لي إنه قربتي تموتي، أو إنه الموت محاوطنا، أو إنه إحنا عم نموت. مع إني ما كنت خايفة أول شي يعني، بس كان في رهبة كتير قوية للبحر. الشاب يلي تبرع وقال أنا بدي أسوق البلم طلع ما بيعرف يسوق، لأنه أول ما طلعنا صار يلف بأرضه البلم، وصاروا يخانقوا الشقيعة على الشباب مع المهرب يعني. فنزلوا طلعوا شاب جزائري ساق البلم وقال انه هو بده يرجع، يعني بده يوصلنا ويرجع، هو ما رايح على اليونان. يلي صار انه خربطنا بالجزيرة، ما نزلنا على كيوس، نزلنا على مكان جزيرة صغيرة مهجورة ما كان فيها شيء ابدا ولا شيء، وكانت واقفة هيك يعني انه بدك تطلع على جبل واقف. الدنيا كانت شوب 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 الظهر، وشمس حامية بتحرق، وماما كان مع ربو فما قدرت تطلع هاي الطلعة. أداء نفسها وأغمى عليها بنص الطريق، فحملوها الشباب على كتافهم وكملت وهي محمولة. وصلنا للنقطة اللي فوق، بنطلع حوالينا ما في شيء. ما خلونا المهربين نطلع مي بالبلم لأنه وزنه تقيل، قالونا أنه أول ما توصلوا بتلاقوا مي وبتلاقوا كل شيء. فما كان حدا معه مي، حاولنا نسأل مين معه مي مشان أمي، ما كان في حدا. كان في على هاي الجزيرة سيارة جيش تقريبا عليها بس عنصرين، ما في حدا، فنحكي معا بالإنجليزي ما يفهموا علينا. آخر شيء قالولنا أنه اللي فهمناه أنه استنوا رح تيجي مثل باخرة تاخدنا من هون على كيوس. ضلينا بالجزيرة أكثر من 7 ساعات بدون مي وبدون ولا شيء، ما ولا شيء غير أنك أنت عم تحترق من كتر الشوب. ما عاد أتحمل يعني، صرت أحس أنه رح يصير معي سحايا أو رح يغمى علي، احترقنا، احترق جلدي من الشمس. صرت أنط بالبحر قبل حالي وأطلع، بس أنشف أرجع أنط بالبحر وأرجع أطلع. ضلينا نستنى الباخرة لإجت. إجت باخرة عليها خفر يوناني وكان معن صليب أحمر مشان أمي، حطولها لأمي أكسجين وعطوها بخاخة. وكان في شاب وهو عم بشرط البلم بالسكينة شرط إيده، فكمان سووله إيده واخدونا بالباخرة. لا، أول شيء إجوا سووا الصليب الأحمر، إجوا باخرة صغيرة ومعن أنينة مي وحدة، ففي مرة هجمت عليهم وقلت لهم شربوني مي، فعطوها لأنينة كانت كتير باردة. فأنا رحت لعندها عم بقول لها أنه بس أعطيني شوية مي عشان أمي كتير تعبانة. عم صيحت علي بطريقة غريبة وقالت لي أنه أنتو نور ما بتصدقوا تشوفوا شيء وبتنفجعوا، أنا هاي لأنينة جبتها لأولادي. قلت لأمي عم بتموت بدي أشربها شوية مي بس. عم فتحت لأنينة وكبتها بالبحر بس مشان ما تشرب أمي منه ولا تشرب حدا منه، لأنه هي ما بعرف إذا هذا الحكي له علاقة بغريزة البقاء، بس ما بعرف ليش هيك تصرفات. ووقتها يمكن حسيت انه احنا بلشنا مشوار كل مين ايده اله، وكل واحد مسؤول عن حياته، ما حدا فيه يساعد التاني بشي، انت المسؤول عن حالك وبس. اجا الخفر اليوناني بباخرة كتير كبيرة، ما كنت متخيلة تكون هيك المعاملة ابدا، لانه طلعنا بالضرب على الباخرة. امي انضربت وانا انضربت وكل الشباب اللي كانت معنا انضربت، يعني كان نطلع على الباخرة كنا بالترفيس، والله يعينه اللي بتفشكل مثلا وهو طالع لانه رح يتبهدل. تعاملوا معنا بطريقة كتير بشعة، خلونا بأرض الباخرة لوصلنا لكيوس. بكيوس نزلنا ووصلنا على الكامب اليوناني. أكتر شي خوفني أكتر إن البحر هو الشاحنة المسكرة، كتير خفت، ما بعرف ليش كنت حاسة إنه هاي آخر لحظات إلي بالحياة، إنه رح أموت خنق. كتير مرعبة، كتير بتخوف يعني. بأي لحظة حكالنا الزلمة إنه أنا إذا بمسك رح أترك السيارة وأهرب، وكنت طول الطريق حاسة إنه هو مستعد يتركنا ويرمي المفتاح ويروح وما حدا يقدر يفتح الباب. بالبحر خفت لما بلشت الرجال تبكي، يعني أنا لما شفت الرجال عم تبكي بالبلم خفت، لأنه يمكن إحنا مربيين إنه دمعة الرجال ما بتنزل إلا عند المواقف اللي كتير صعبة. طلعنا أول شيء يمكن حتى بس أتذكر بالتفصيل، طلعنا على أوتيل اسمه الحارة أو الهارة،
مشان نروح منه على صلب على صربيا ونروح منه على هاي الأماكن. كنا نستعمل القطارات بصربيا وب شو اسمها المدينة الثانية؟ مقدونيا. مقدونيا بالقطارات. بعدين لما وصلنا لهنغاريا قالوا لنا انه انتم كنتم تمشوا مشي هاي السكة كلياتها. كان في سكة مقدونيا مخيفة كتير، وغابة هنغاريا كانت مخيفة لأنك كنت عم تمشي بالليل وبدون ضوء وشجر عالي كتير وانت ما انك مبين. وكان معنا مهربين، هن ما لهم مهربين، هن شباب فاتحين جي بي اس وماشيين اول الطريق، وكانوا طول الطريق عم بيحاولوا يقولوا انه النسوان حطوهم بالنص، ضبوا عليهم، لا تخلوا مرة ماشية ليمرق حدا ويسحبها. بهاي الطريقة ضلينا ماشيين هيك لوصلنا لمرحلة حكى لنا الشاب انه انا مضيع الطريق وانا ما بعرف وين انا. وصرنا نمشي باماكن مبينة وواضحة انه نحن اول ناس بنبرق منها، لانه يعني في شجر مسكر الطريق هذا ما حدا مكسره، في غصان ما انا مكسورة، يعني كنت حاسة انه انا اول حدا بيمرق من هون. صرت أتخيل إنه في أشباح أو جناني بين الشجر ممكن يطلعوا لي، أسمع أصوات حيوانات كتير غريبة، كتير بتخوف كانت الغابة بالليل. يلي خوفني أكتر شي كنا ماشيين وكان في شاب اللي كان فاتح الجي بي اس بالبداية، بعدين ضاعوا ما عاد عرفنا وين نروح. كان يقولنا إنه لا تخافوا، كونوا أنا وأمي وأختي لحالنا، يعني إنه لا تخافوا نحن معكم وأخواتكم بإذن الله. ومن هالحكي كنا ماشيين، فجأة ما بعرف كيف، ما بعرف من وين، يمكن من فوق شجرة، نطوا علينا 3 شباب، نطوا بالنص المجموعة. فأنا من رعبتي إنه عتمة وهدوء كتير، وفجأة بيجي حدا بيصرخ بطريقة بتخوف ومعه بيل وبنزلوا بنطوا هيك من فوق لتحت وصاروا يصرخوا. فأنا حطيت إيدي على دنيا وصرت أصرخ بطريقة هستيرية، ما بعرف كيف تخيلت إنه أنا ممكن أموت أو أغتصب أو ما بعرف شو رح يصير فيني يعني. بس طلعت حوالي ما لقيت حدا، يعني ما لقيت حدا من الجروب، ما لقيت إلا أنا وأمي وأختي. كتير كانت بتخوف، فصاروا يسألونا، حكيون يا عراقي يا داري ما بعرف، صاروا يسألونا إنه أنتو من وين ووين الجروب اللي معكم وين الرجال اللي معكم. قلنا لهم إنه كانوا هون ما بنعرف. ففجأة بيطلع حدا من الشباب معه سكينة، اللي هن كانوا بجروبنا، بقول له انه انتو شو بدكو ومن هذا الحكي. فصاروا يقولوا انه كيف تتركوا النسوان لحالهم وانتو مو رجال ومن هذا الحكي. فهداك رفع سكينة، فاللي نط من فوق طلعوا الثلاثة مع المسدسات، فحملوا سلاح وخرطشوا وضربوا طلقات بالهواء وصاروا ينادوا بصوت عالي بوليس 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 بوليس. فصارت امي تترجى تقول لهم شان الله يا خالتي، وتبكي وابكي، وكان في ولاد صغار صاروا يبكوا. فقال لهم انه طبعا اكتشفت بعدين انه هي كانت لعبة، قالوا انه عقوبة لكم انه احنا رح ناخذ النسوان ورح يختاروا 2 بس يكملوا الطريق وانتوا بدكم تضلكم هون. وفعلا نقت امي اخذت شابين من اللي كانوا هنا من الاساس معنا، لانه امي قايله انه كانت بالهايم اليوناني انه هدول ولادها مشان يفوتوها، لانه كان ما يقبلوا يستقبلوا الشباب بس العائلات، وكان بالليل برد، فامي قالت انه هدول ولادي. قالت لأن انه هدول ولادي، ف ضلوا مكملين معانا الشباب، وهدلاك ما عاد عرفنا عنن شيء أبدا. كنا نسمع صوت بعيد على مكبرات صوت، وإحنا بقلب الغابة، صوت مرة عم بتصرخ على ابنها، كان اسم ابنها بلال، وتصرخ وتبكي وتصرخ وتبكي. يعني صرنا نقول إنه معقول في مرة مخطوفة وعم بتصرخ، كان الصوت كتير بيخوف بالليل، وتسمع صوت صراخ وبكي من بعيد كان مرعب. بعدين صرنا نقرب شوي شوي، رجع طلع لنا شخص تاني فقلنا انه انتوا وين رايحين؟ هيك في بوليس. فقلنا له من وين نروح؟ فقلنا روحوا على اليمين. سألنا عن مصدر الصوت، فقال انه هاي مرة واقفة مع البوليس كانت محملة ابنها لشاب، ابن عمره شهر، محملته لشاب مشان تقطع النهر، فهي قطعت ومسكت والشاب ما عاد عرفت عنه شي. فهي عم بتنادي على صوت ابنها وعلى اسم ابنها بصوت عالي مشان اذا لسه موجود بالغابة يسلم حاله، كانت عم تقله سلم حالك لا تخاف. فاحنا مطرح ما دلونا الشباب طلعنا رايحين باتجاه البوليس، ما طلعنا رايحين باتجاه انه نخلص الغابة ونمرق. فسلمونا وطلعنا احنا تقريبا كبش الفدا. استلمنا البوليس، كان في تقريبا فوق ماسك قبلنا شي 7 اشخاص منن شباب. فكان في شاب صار يبكي،
يقول لي مشان الله انا اذا بمسك تخرب حياتي، انا ما بقدر اروح على المانيا، انا لازم اروح على الدنمارك، انا ما بقدر ابصم، مشان الله هربوني، مشان الله اعملوا اي شيء. كان في 3 من البوليس الهنغاري مسكونا بالغابة، يعني احنا مسكنا تحت عند النهر. لما طلعت قلت له طيب انا رح احاول الهيهم باي شيء وانت انزل اركض. قام قال لي اوكي والله يوفقك وما بنسى لك اياها طول حياتي. رحت عم بحكي مع الشرطي، فعم بقول لي انه انا ما بفهم انجليزي، فصرت اقول له طب اعطيني موبايلك اكتب لك وشوف الترجمه. فاعطاني موبايله صرت اكتب انا بالانجليزي علشان يترجم هنغاري. فلما دار وشه نزلوا الشباب هربوا، هرب الشاب اللي اساس يهربوا مع 3 لحقوهم. يعني هداك الشرط الهنغاري ترك موبايله معي ونزل يركض وراه بالعصي، بخوا على عيونهم فلفل، شي مادة مثل الفلفل وغاز، وضربوهم وطلعوهم بالسيارة من ورا. هي كانت سيارة بيك أب، فهن حطوهم بالطبون، وكان في قفص حطوهم بالطبون عقوبة إلن، وأخذونا على الهايم. الطريق كان طويل والشباب طول الوقت ضلوا بالطبون، يعني رح يتكسروا. ولما نزلوا نزلونا كلياتنا وخلوهم محبوسين، ولما نزلوهم رجعوا ضربوهم مرة تانية بالهايم بنغاريا. بعدين رحنا على الهايم، صالة كتير كبيرة فيها أكتر من 200 بني آدم، كلياتهم عم بيستنوا ينفرزوا على البوليس مشان يبصموا ويروحوا. ضلينا قاعدين تقريبا فيها يومين بهاي الصالة. بعدين اجت سيارة كبيرة اخذتنا على مركز فيه مثل النظارة الحبس. قعدنا بزنزانة، كانت انا وامي واختي وواحدة مع بنتين صغار وثلاث شباب. ما كان في تخوت وما كان في فرشات، كانت ارض. وصرنا نستنى دورنا انه مشان نبصم. بصموا كل اهلي وانا كنت رافضة ابصم. اخر شي طلب انه هو بده حدا يحكي انجليزي لانه في مرة هناك ما عم بفهم عليها، فقلت له أنا بحكي إنجليزي. طلعت أم طلعت المرة عم بتقول إنه هي مع 3 أولاد ومسكرين عليها باب الزنزانة، وأولادها كانوا معتقلين بسوريا وعندهم فوبيا من الأبواب الحديد المسكرة. ففتحوا لنا إياه وخلوني يقعدوا بالممر وبصمنا. بصمت، حاولت أعمل يعني مليون فيلم إنه أنا ما أبصم، عملت دراما، بكيت، نتفت حالي، بس بالنهاية بصموني غصبا عني، يعني مسك ايدي وبصمني غصبا عني. وبعدين طلعونا وقالوا لنا هلا فيكم تروحوا. طلعنا على بودابست. بودابست كان في مهرب. طلعنا بسيارات من بودابست على اساس لالمانيا. نزلني انا لانه السياره كانت ما عم تسع، نزلني بمنطقه وقال لي انت هلا بفيينا، بدك تضلك واقفه هون وتستني، حتى اعطاني قمطه بيضة حطيها على راسك واستني ليجي حدا، سياره رح تمر مرسيدس لونها بيضة ورح تاخذك من هون وتكفي الطريق لالمانيا، لانه احنا كثار بالسياره. وهذا الحكي بلفت البوليس. قلت له اوكي، صدقته ونزلت. ضلتني واقفة بما يقارب 6 ساعات بمنطقة ما فيها حدا أبدا ولا شيء. هي منطقة طلعت بوقفوا فيها السيارات بيرتاحوا عشان يكفوا سفرا. كانت فيينا بعيدة عني تقريبا 20 كيلو، ما بعرف، بس لأنه كنت أخذ تاكسي، فالتاكسي كان بده من المنطقة اللي أنا فيها لفيينا 100 يورو، وأنا ما كان معي مصاري نهائيا، وأنا بس نزلت أستنى. فآخر شيء إجا زلمة لعندي، ما بعرف شو جنسيته، فصار يقولي انه انت شو قصتك، عملت كمان صرت اكذب انه انا عم بستنى اهلي وتأخروا على اساس انه رفقاتي يجوا ياخذوني بالسياره. اخر شيء صرت ابكي، لي شو قصتك، قلت له انا سوريه وما بعرف وين اروح، وهيك هيك هيك. انا انضحك علي، فقال لي انا نازل على فيينا بس انا ما فيني انزل هلا لانه انا شربان بيره وممنوع اسوق وانا شربان. هو زلمه كتير كبير بالعمر. اذا بتستني باخذك معي، قلت له ايه بستنى. قلت له بس هذا الحكي يمكن يعمل لك مشاكل انك انت مركب حدا ما له نظامي، بيعتبروك انت المهرب. قام قال لي لا، انا رح اوصلك على مركز بوليس. وصلني على مركز بوليس بفيينا. بهذا الحكي كانوا اهلي صاروا يمكن واصلين على المانيا، انا ما معي شاحن وما معي نت وما بعرف شيء. قال لي انه هذا مركز بوليس رئيسي بفيينا، فيك تنزلي لعنده ودور السياره. وراح دقيت الباب، باب البوليس، طلع لي الشرطي. هذا الحكي بالليل كتير وعطلة.
طلع لي الشرطي قال لي شو، قام انا ما طلع مني اقول له غير انه انا سورية وجاي لجوء، وكان سكران لمرحلة بتخوف، خوفني. فتت قال لي فوتي، قلت له لا ما بدي افوت، قام قال لي اوكي خليكي برا ورجع سكر الباب. فانا طلعت حوالي انه عتمة وما في حدا، رجعت دقيت الباب، قام قال لي فوتي، فتت. كانوا عم بيحضروا فيلم او شي على اللابتوب، طفوه وقالوا لي اقعدي هون. ضلتني قاعدة تقريبا ساعة، بعدين بدلت، صار في نوبات لأنه طلع الضو، فراحت راحوا الاثنين اللي كانوا سهرانين يعني مناوبين، واجوا ناس بدالا. قال لي شو معك وراء طلعية، طلعت كان معي شنطاي الظهر ولابتوب، وكان معي فلاشات وهيك ذهبات صغار لبنتي واكسسوار وكروت ذاكرة، طلعوا وصوري، طلعوا كل شي من الشنطاي وفتشوني كتير. بعدين فوتوني على غرفة، اجت شرطية قالت لي اشلحي كل شي اواعي لابستيها، قلت لها لا ما رح اشلح، انت معك جهاز فيك تشوفيني اذا انا معي شي مخبيته او لا. قالت لي اشلحي، قلت لها ما رح اشلح، اجلحي ما بشلح، اغمى علي، اغمى علي. رجعوا صحوني، وقفتني قالت لي بدك تشلحي كل شيء لانه انت احتمال تكوني مخبيه شيء باوعيك الداخليه. قلت لها انا ماني مخبيه شيء باوعي الداخليه، اوكي بضلني بالداخليه اكثر من هيك ما بشلح. قالت لي لا لازم تكوني انت مثل ما الله خلقك هيك يعني بدون اواعي، مشان انا لازم افتشك. رفضت، بكيت كثير. اخر شيء اجت المسؤوله عنا وقالت لها انه خلص اتركيها. رجعت لبست اوعي، طلعت من هاي الغرفه، قالوا لي هلا بدك تطلعي على النظاره ورح تستني ليجي الفرز. انا ما توقعت يكون الوضع هيك او هالقد مخيف. طلعت كانوا عم بيتعاملوا معي ابدا كاني ماني لاجئه، يعني كانوا عم بيتعاملوا معي كانه انا مجرمه وقاتله عامله جريمه وجاي على السجن، مكلبشه، في كلبشات بايدي. فوتوني على النظارة وسكرت الباب بدون غراضي بدون شي. فأول ما تسكر الباب خفت، بعدين صرت أطلع حوالي إنه أنا لحالي. هلأ الغرفة كتير كبيرة فيها تخوت كتير، بس خفت لأنه لحالي، في نظيفة وفيها حمام وفيها كل شي، بس ما قدرت أكون لحالي فيها. حاولت أنام، قالوا لي نامي مضي وقتك بالنوم. أول مرة صرت أرن على الجرس أقول لهم إنه طلعوني من هون، طب حطوني مع حدا، مع أي حدا، ليش أنا لحالي؟ تيجي تفتح الشباك تبع الباب وفي له هيك سياج وتحكي معي من ورا وترجع تسكر. ضلتني فيها 5 أيام، كنت كل يوم يغمى علي مرتين أو ثلاثة ويضيق نفسي. كانت المسؤولة عني اسمها إليزابيث، كانت لئيمة معي طول الفترة. آخر شي فتحت الباب قالت لي ما بدك تروحي على الكامب، وأنا عم ببكي قلت لها بلا، قام قالت لي يلا جهزي حالك واطلعي. جهزت حالي وطلعت، قام جابت لي كابتشينو، قعدتني بمكتبة جابت لي كابتشينو وشغلت لي سيجارة وقالت لي دخنية وإنه روقي وخلوني أتحمم. وبعدين رحت على الهايم على فيينا. اللي بيوجع انه انا بكل مكان كنت اروح عليه كنت اقول انه انا ما بدي شيء، اخي لا تعطوني اقامة ولا تعطوني جواز ولا تعطوني مصاري، بس اعطوني ورقة اسافر فيها لو ساعة عند بنتي. ما كان حدا يحس،
يعني شو فيني أعمل أكتر من أنه أنا أخلي حدا يحس ويساعدني؟ ما أنا ما فيني أعمل شي لحالي. مع هيك كملت وقلت ما بدي أنكسر، بدي أجي على ألمانيا وأدرس وأشتغل هاي أنا اللي بألمانيا سنة ونص بدون إقامة ما بعرف أمتى رح تيجي إقامتي. بعدين بتفاجأ إنه حتى الوثيقة اللي بدي أخدها من هون ما فيني أخد عليها فيزا. ما أنا فلسطينية سورية، كيف بدهم يفوتوني على الإمارات؟ إمارات أكبر من هيك بكتير. كتير عم بحاول أعمل أشياء، بحاول أضلني عم بضحك، بشتغل، بسافر، عم بقرأ، عم بكتب، عم بمثل، عم بحب، بس ما بدي انكسر. يعني لحد الآن تحس إنه بنتي رح تيجي. امبارح كذبت كذبة كتير كبيرة، ما بعرف ليه، بس امبارح كذبت وقلت انه بنتي جاي هالفترة. هي ما انا جاي، ما في اي تلميح انه هي ممكن تيجي، بس كنت محتاجة اني انا احس هذا الاحساس. والاهبل من هيك يعني كنت عن جد فرحانة، كان كذبت الكذبة وصدقتها وخليت اهلي يصدقوها ورفقاتي. بس بفتح لك موبايلي تشوف رسائل المبارك، انا كنت محتاجة احس انه انا بنتي جاي. ما بعرف يعني جنان، بس كتير كنت محتاجة هذا الاحساس. كتير بشع انك تعيش بلا ابنك، كتير مؤلم، كتير بوجع، كتير شي صعب انه انت يكون عمرك 25 سنة وما عندك هدف إلا أنه أنت تجيب ابنك، حتى ما عندك أهداف لإله. يعني بالوقت يمكن لو أنه معي كان عندي هدف نكبر سوا وندرس سوا وأعلمه موسيقى أو أعلمه الرسم وأهديه كتب وأخلي كل حدا يوقع له عكتاب وأعمل له مكتبته وخليها تكتشف حياتها بس أنا لا، ما عندي هاي الأشياء. أنا بدي إياها تيجي بس، ما عم بفكر شو بده يصير بعدين. طيب وبعدين؟ لأمتى رح أضل هيك؟ ما بعرف، يمكن تطلع بكرة إقامتي. بس اللي صار مخوفني عن جد هو يا ترى إذا طلعت إقامتي رح يكون الخلاص، رح أخلص، رح تيجي ليان، رح أدرس، رح أصير أحكي ألماني، رح ألاقي حالي يلي أنا عمري 25 سنة ربع قرن ولهلا أنا مش ملاقي حالي، ولا بعرف مين أنا، ولا شو الشخصية اللي كيف شكلي. يلي بعرفه أنه أنا لما أطلع على المراية بحس هاي مو أنا. هيك الكوعة عقد ماشية، وجع وذكريات بشعة، طفولة بتخزي، مراهقة يا إلهي ما في شي ظابط. يعني أي طفولتي كانت عادية، ما فيها شي مميز سيء ولا شي مميز منيح. يعني أنا كنت أحب أبيع صبارة بالشارع، وهي لطية هو السميد المغلي مع المي والسكر، وهيك أحمل الصينية وأمشي فيها وأبيع القطعة بليرة، وعندي بسكليتة وحصان صبي، وضلتني أشتغل وأنا مراهقة، وما كان عندي وقت إني أوقف على المراية وأزبط حالي. وبتذكر كيف أول مرة بحياتي عملت حواجبي، كان كتير سيء هداك اليوم. ليش كان سيء؟ لأنه بابا مفهمنا أنه الوحدة ما بصير تقرب حالها قبل ما
تنخطب أو تتزوج، فأنا قررت من راسي إني أنا لازم أروح أسوي حواجبي، وسويتن. فبابا انتبه، لأنه هي أنا يعني طلعت الصالون، يعني هي ما سوت لي حواجبي، هي شلت لي إياهن كلن، خلت لي 3 شعرات. أنا كنت مفهمتها أنا ما تسوي لي حواجبي نظفيا. فبابا ما ضربني، ما بضربني أصلا، بس كتير زعل. ما هو إذا بنرجع لهون باجي بتطلع، طيب هداك الزلمة اللي كان زعلان لأنه بنته ساوت حواجبها وهي عمرها 15 سنة، كيف رح يتقبلني هلأ؟ هلأ مو لأنه أنا عم بعمل شي غلط، لا أنا ما بعمل شي غلط، بس هذا المجتمع اللي أنا عايش فيه اللي هو ما بشبهني، وما بشبه عائل أبوي، وما بشبه البيئة اللي أنا جاي منها، وما بشبه الشيء أنا تربيت عليه، وعم بحاول قد ما أقدر أني أكون بشبهه، بس بنفس الوقت أحافظ على حالي. لو وصلت لمرحلة أني أنا انفصمت، صرت اتنين بدون ما أحس. ما بعرف لوين رايحين ولا شو راح يصير بعدين. كان الدكتور النفسي خيار، قررت أروح لعنده، بعدين اكتشفت إنه هي بس عم تسمعني، شو عم تعمل، وعم بتحاول تعمل لي الرياكشن بوشها إنه هي عم تسمعني ومتأسرة فيني، بس ما حدا حاسس، ولا حدا فيه يحس، ولا حدا فيه يحس كيف ظهرك حاني، لأنه أنت حامل كل هاي التراكمات على ظهرك وماشي، حامل دينك وحامل اسمك واسم عيلتك مهمك ولغتك وذاكرتك مشوهة بكل شيء وماشي، ومصر تضلك حاملة وماشي، لأنه أنت في شيء جواك عم بقولك إذا بتكب هاي الأشياء بدك تصير خاين، خاين لحالك وخاين لمجتمعك ولدينك ولهاي الثقافات كلياتها يلي هن أشبعونا، يعني شبعونا منها، وصلت لمرحلة كرهتها، لأنه أنا نفسي فعلاً بس يعني يصير معي حادث وأنسى كل شيء اكتسبته من هاي الدنيا عشان أنا أرجع ألاقي حالي من أول وجديد. المهم هلأ أنا هون، إذا السؤال ليش أنا هون فأنا ما بعرف، أنا هون لأنه ما جابوني رجلي، ولأنه كان عندي أحلام كتير كبيرة هلأ ما عندي منها شيء. بس ما بعرف، بس اللي بحلم فيه بالضبط انه يكون في لغة واحدة لكل العالم، اي حدا يقدر يتعلمها واي حدا يقدر يحكي فيها، لكل الكرة الارضية من اقصاها لاقصاها لغة واحدة ما تنعرف منها انت من وين، ولا تنعرف منها انت شو، ونبقى باختلافاتنا الصغيرة بس نتقبلها حتى الكبيرة، نحب بعض، نتقبل بعض ونحترم بعض كل أطيافنا وأدياننا واختلافاتنا وألواننا، نكون بني آدمين مثل ما إحنا لازم نكون.